صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير متابعينا ومستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم وأجدد بكم التحية والترحيب، مستمرين بهذه الانطلاقات، متواصلين بهذه التحديات من هنا من عاصمة الميادين، من هنا من أقوى الميادين، من هنا من أعتى الميادين، في انطلاقاتي وتحدياتي ختامي الوثبة لعام 2023، لنتواصل نحن وإياكم بانطلاقة هذه الأشواط المنطلقة والمتنافسة والباحثة عن الفوز عن الانتصار، حيث انطلاقة هذا الشوط شوطنا السادس الخاص بالحول، لانطلق من مسافة 8 كيلومترات. يا من تتابع في هذه اللحظات، هناك انطلاقة هذا الشوط الذي يحمل في طيات هذه الحول المتنافسة المتنازعة من أجل شرف الفوز والناموس. أول المنطلقين، أول المندفعين، الشعار الرئاسي الكبير ينطلق على المركز الأول، يندفع بصدارة شوط مع الشاهينية، لينطلق في انطلاقة هذا الشوط مع الشاهينية بشعار هجن الرئاسة وعلي بن جمير الوهيبي. من يتابع لنا انطلاقة الشاهينية؟ ظافر المضمرين على المركز الأول. المركز الثاني، أتابع القدوم، أتابع الوصول من السريطية بشعار سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، عتيق بن علي بن راشد الاكتبي. يتابع لنا انطلاقة سريطية على المركز الثاني. المركز الثالث، أتابع القدوم، أتابع الوصول في هذه اللحظات، هنا من انطلاقة أفراح بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع. من يتابع لنا انطلاقة أفراح على المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت في هذه اللحظات كواكب بشعار هجن الرئاسة، صالح بن سعيد بالعرج المري. من يتابعها على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز السادس، هناك تتقدم شعارات هجن العاصفة مع الشواهين القادمة والمنطلقة، وغياث الهلال هو اللي يتابعها في عملية تدريب وتضميرهن، بينما اللي على المركز السابع الوارية هجن الرئاسة قادمة، وعلي بن جميل الوهيبي يتابع لنا هذا الشعار على المركز السابع. المركز الثامن، وصول شعار هجن العاصفة مع الشاهينية وغياث الهلالي، ينطلق بانطلاقة الشاهينية على المركز الثامن. والمركز التاسع، وصول الرباعة بشعار هجن الرئاسة والمجازف، يعلن الحضور ابو سعيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بانطلاقة الرباعة على المركز التاسع. في هذه اللحظات تنطلق وتندفع بهذا المستوى وبهذا الاداء هنا، بينما المركز العاشر، اتابع القدوم، اتابع الوصول من محمية على المركز العاشر، هجن الشحانية قادمة، هناك بانطلاقة المشاغب محمد بن خالد العطية. من يتابع لنا محمية على المركز العاشر؟ هذه هي الأسماء، هذا هو النداء الأول. يا من تتابع ويا من تراقب هذا التحدي الكبير، انتهى نداؤنا الأول للمراكز العشر الأولى المسموح لها بالنداء، ونعود من جديد إلى مقدمة هذا الشوط وإلى صدارة الأسماء من جديد، لأتابع الصدارة، لأتابع المراكز الأمامية، لأتابع ماذا ترى وماذا جرى على مقدمة هذا الشوط مع هذا الانطلاق الكبير
الذي يحمل في طياته هذه الشعارات الكبيرة والمعروفة المتنافسة دائما من أجل الفوز، من أجل الناموس، من أجل الذهب واللقب. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى صدارته. الأسماء حيث أجد الشاهينية التي تطورت بانطلاقتها فباعدت في مسافتها على المركز الأول. تنطلق الشاهينية بشعار هجن الرياسة وظافر المضمرين. علي بن جميل الوهيبي هو اللي تابعها في عملية تدريبها وتضميرها على المركز الأول. تنطلق بهذا المستوى وبهذا الأداء الكبير الغير مستغرب على هذا الشعار ومع هذا المضمر بالتحديد. المركز الثاني أفراح القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات. انطلاقة أفراح المركز الثاني في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وطارش بن مبارك في القوبع. من يقدم لنا أفراح ويطارد بها الشاهينية. المركز الثالث القدوم من الوارية، الوارية بشعار هجن الرياسة والظافر علي بن جميل الوهيبي من يتابعها على المركز الثالث. المركز الرابع شوف القدوم والانطلاق من الشاهينية بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي على المركز الرابع. بين ملي على المركز الخامس الرباعة بدأت تتقدم، بدأت تنطلق بمستواها. الرباعة على المركز الخامس تتجاوز بدورها إلى المركز الرابع. بشعار هجن الرياسة تنطلق وتندفع بهذا المستوى الكبير مع المجازف ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تجاوزت من المركز الخامس، انطلقت إلى المركز الرابع. المركز السادس كواكب هجن الرياسة قادمة متدخلة في هذه اللحظات. وصالح بن سعيد بالعرج المري قادم على المركز السادس. والمركز السابع تقدمت ووصلت وانضمت لدائرة المراكز الأولى الزود في أول نداء لها بشعار هجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي من يتابعها على المركز السابع. المركز الثامن شوف التدخل في هذه اللحظات والانطلاق هنا من الشاهينية بشعار هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الثامن. المركز التاسع محمية، محمية هجن الشحانية القادمة مع محمد بن خالد العطية على المركز التاسع. المركز العاشر شوف التدخل والانضمام من تحذير في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي. نداءنا الثاني انتهى وانقضى يا من تتابع للمراكز العشرة الأولى الحاضرة والمنطلقة هناك والمتنافسة على المراكز الأمامية. ولكن وين الشاهينية؟ وين؟ وين الشاهينية؟ وين؟ بشعار هجن الرياسة تنطلق وتندفع على المركز الأول. هناك بانطلاقتها الشاهينية بشعار هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي ينطلق منذ بداية الشوط بانطلاقة هذا الشعار على المركز الأول يسيطر على صدارة الأسماء يسيطر. ولكن شوف القدوم الوصول والهجوم من شعار هجن الرياسة تنطلق وتندفع في هذه اللحظات. الرباعة بشعار هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير وانحصرت المنافسة والتنافس ما بين شعارات هجن الرياسة المسيطرة على الأربع مراكز الأولى ما بين الظافر وما بين
المجازفة ما بين الشاينية وكوا أو الرباعة نعم، وانطلاقة الوارية وقدوم الزود. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الخامس وصلت الشاهينية بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ولكن شوف التغيير، غيرت الرباعة، الرباعة غيرت، انطلقت بشعار هجن الرياسة مع المجازف، ولكن الهجوم والوصول من الزود، الزود والوارية، الزود الزود الزود، يا سلامي عن انطلاقتها، تغير على المركز الأول بشعار هجن الرياسة. سلامي عليك يا الظافر سلام، سلامي عليك يا أبو الجمايل علي بن جميل الوهيبي، من تابع لنا انطلاقتي وحضور الزود وانطلاقي واختطافي لناموس هذا الشوط الثاني، والف مبروك لهجن الرياسة المركز الثاني. الزود هناك كانت الرباعة بشعار هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون الميل المركز الثالث، كانت الوارية بشعار هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي المركز الرابع. المركز الرابع كانت الشاهينية بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي، المركز الخامس كانت محمية بشعار هجن الشحانية. محمد بن خالد العطية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين، تهانينا والناموس لهجن الرياسة على انتزاعها لناموس هذا الشوط مع الزود ظافر المضمرين. من يخطف هذه النقطة الجميلة والقوية والكبيرة بشعار هجن الرياسة، لحظات الوصول، لحظات الفوز، 12 دقيقة 13 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، كانت هي الزود في المركز الأول بشعار هجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني كانت الرباعة بشعار هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والتوقيت 12 دقيقة 14 ثانية بالوفاء والتمام. المركز الثالث هنا لحظات وصول الوارية بشعار هجن الرياسة مع الظافر، والتوقيت كان 12 دقيقة 14 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.